ناري بروجيكتور. اليوم الحصة الرجلين بقاو معنا ما تقطعوش ونسالي ورجلين ونهضروا نديروا واحد الحلقة خاصة على رمضان. كثروا الأسئلة على رمضان عواش مبروكة بعدا ونديروا واحد الحصة على رمضان وغنديروا حلقات على رمضان وشوية بشوية باش نقدوا واحد البروغرام اللي بغى يتخم واللي بغى ينشف. مهم بقاو معنا ما تقطعوش. تريري الفخاد اليوم الرجلين الليكس تخباركم واحد الحاجة وربدلو السمية للفخاد ولو كيعيطوا ليهم السكوات. السكوات عباد الله سموا الفخاد اخويا بالاكزيرسيس ديال الليكس. اليوم خصنا نحاولوا شوية ما نهضروش بزاف وما نفلوغيوش بزاف نتكونسنتراو مع الرجلين. هادي شهر ما ترينيت الرجلين دابا اول حصة اليوم. السلام عليكم اصدقاء القناه، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشر مبروكه لرمضان الكريم على الابواب. كنشكركم على جميع التعاليق اللي كيفرحوني واللي كيشجعوني واللي غيخليوني نزيد ونزيد ونزيد القدام. اليوم كاين الحصه ديال الرجلين، بقاو معنا ما تقطعوش. موراها ملي نسالي ونديروا واحد الغبة ونهضروا على رمضان. رمضان غيكون عبارة عن حلقات وعن سلسلات نتعرفوا على الفوائد ديالو الممنوعات ونتعرفوا على المهم في الخلاصة. غتعرف البروغرام اللي غدير في رمضان بالنسبة للتنشيف ولا للتضخيم. الحصة ديال الرجلين خاصة إذا كنت كتعاني من الضعف دياله يمكن لك في ذاك النهار تاكل حتى 3.5 غرام في البروتين تضربه في الوزن ديالك حيت باش يكون واحد الاستشفاء سريع وباش يتركيبيرو الرجلين مزيان. وهادوك اللي راهم في الريجيم وباغين يحرقوا مازال الدهون والسعرات الحرارية، الرجلين هي احسن فرصه. تمارين الارجل هي احسن فرصه باش تحرق المزيد من السعرات الحراريه وحرق الدهون. يعني الا كنتي في الريجيم بلا ما تزيد داك الكربوهيدرات، هذاك اللي كيدير الريجيم خصو يتريني الرجلين جوج خطرات، وهذاك اللي عنده الرجلين وباغي الضخامه خصو يتريني الرجلين مره في السيمانه. اول حصه ديال الرجلين في البرنامج ديالي بعد الانقطاع.
Never back down. دي فولي كاين في هاد لاصال ما كاينش لا بريس ليبر وما كاينش مولي اسي وما كاينش مولي دوبو وهادي بانيش غدير. الساعة اللي كيوقف الهدم كيوقف الكاتابوليزم باش نمشيو نديرو واحد 20 دقيقة ديال الابدومينال في بلاصة هو البي سي ا الجلوتامين باش نمشيو نديرو واحد 20 دقيقة ديال الكارديو ايروبيكس الكرش. حاجة هي التريني الرجلين وتجي للدار تلقى بان نسيتي ما خرجتيش الكفته من الفريكو خصك تستنى واحد السوايع. والله الا مازال ما كليت دازت ساعه ونص مازال ما كليت وترانيت الرجلين والله الا فيها الفائده ما كتخليش الجسم ديالك مولف دوك الفشوش وداك الشيء يعني خصو يتعود عاوتاني حتى هو يصبر معنا شي شويه ماشي غير كتسالي عطيلو غير كتسالي عطيلو راه والله العظيم الا ما كاين حتى حاجه دغيا يتركوبيرا ما كاين لا هدم ولا حتى شي حاجه من اللي كتدبر الماء واخا تعطلتي ساعة ونص غير بلا ما تزيد داك الأعصاب لراسك حيت دوك الأعصاب غيهبطوا لك الكورتيزول أكثر من الجوع اللي أنت فيه. المهم الوجبة ديالي عجزت نطيب الرز غير حد داك الشيء في المقلاة عندي هنا واحد 200 غرام ديال الخبز كومبلي وفيه الزريعة وفيه الجنجلان وفيه مزيان ناكلو شويه ديال الدهون باش نطلعو السعرات الحراريه. قال لك واحد السيد الانسولين كطلع الانسولين ما خصش الواحد يتخربق. انا في واحد الفيديو قلت بان الانسولين طلعوا بالكربوهيدرات معقده باش يكون في واحد المستويات عاديه جدا والاكبر وقت ممكن. ها الفرق بين الانسولين طالع راه طلعوا بالكربوهيدرات المعقده احسن ما تطلعوا بالكربوهيدرات السريعه حيت بالكربوهيدرات السريعه كطلعوا كيهبط 20 دقيقه 25 دقيقه كيطلع وكيشارجي بزاف ديال الدهون الكبده وكتخزن الدهون. اما الا طلعتيه بالكربوهيدرات المعقده راه ما غيكونش شي ضرر يعني كيطلع بواحد النسبه خفيفه وكيتشارجا غير شويه بشويه. اما الواحد الا جيتي تعمق بالانسولين والتستوستيرون والجروث هرمون اخويا غير بلا ما تعمق في داك الشيء
بعد التدريب تجنب الوجبه اللي بعد التدريب، تجنب الدهون باش ما تشارجيش، وهذه في الفتره ديال التنشيف. انت ما كتنشف ما كتضخم، كترين باغي تكبر العضله، خذ 5 الوجبات ديالك كاملين وبلا ما تعمق في الانسولين والكروث. النظام الغذائي اللي كيكون دقيق هو في الريجيم، اما انت ما عندك لا كومبيتيسيون ما حتى شي حاجه، راه نظام غذائي متوازن راه غتوصل للهدف ديالك. 200 غرام ديال الخبز وميكس فتاد العجل والدجاج، تقريبا شي درت 300 غرام خضراء، يعني غتعطي لي شي 250 غرام ديال طايبه. وموراها ندخلوا شويه ديال الفريكتوز سلطه فخوي. ملي كتريني رجلين كتحس براسك بحال اللي داير الريجيم. الفراوله الفراوله يا حبيبي، الفراوله أدغية كتخسرها خويا، بوينينا اتفي فيها و اكتيفيا. شوية ديال الاستمتاع بالحياة صاحبي، راه قهرنا الدجاج وقهرنا الروز. المهم نهضرو على رمضان. هضرنا في واحد الحلقة سابقة على الفطرة اللي كتسبق رمضان، وكي غنديرو نتعاملو مع رمضان ونقربو الوجبات بيناتهم ونأخرو شوية الفطور، باش ملي غيجي رمضان ما يوقع ليهش واحد المفاجأة والتغيير المفاجئ ديال نظام الأكل والتدريب. إلا كنتي كتدرب في النهار حاول ما أمكن تدرب في الليل، إلا كنتي كتفطر بكري حاول ما أمكن تبعد شوية شوية بشوية. وهذه هي الفطرة المهمة اللي باش تستقبل رمضان وباش ما يوقعش واحد الشوك للعطلة. انت كتسائل كتقول المجهود ديال العام غيمشي لك في رمضان وراك هاز الهم من رمضان، ولكن انا كنقول لك وفي هذا الفيديو غيبان لك بان رمضان ما صفطور به الا وعنده واحد الفائده كبيره وكبيره جدا، لا بالنسبه للجهاز الهضمي ولا بالنسبه للعضله ديالنا ولا بالنسبه للتمثيل الغذائي. خص تكون شويه ديال الثقه في النفس وتعرف بان داك رمضان راه العضله ديالك غتطور، واخا كتبان صغير في النهار وكتبان شويه مكمش، هذوك راه غير السوائل اللي كيكونوا ناقصين في الجسم ديالنا، وهذه فائده كبيره وكبيره واللي ما كيعرفهاش اغلبيه ديال الممارسين. هذاك النقص ديال السوائل ونقص ديال الماء في اليوم اللي كيتقطع وكيترجع عاوتاني في الليل ولمده 30 يوم ولا 29 يوم عنده واحد الفائده كبيره وكبيره جدا. حنايا شي مره كنقولوا خصني نقطع المكملات باش ما يتعودش الجسم، وباش الجسم ديالنا يكون شويه حرش وما غيتولفش غير المكملات. كذلك رمضان هذه هي الفائده ديالو، الجسم ديالنا ما غيتولفش غير الاكل في الوقت، الاكل في الوقت، وخصني ما نفوتش 20 دقيقه بعد لاصه، وخصني ناكل الفطور في الصباح والكاتابوليزم. وهذه كذلك واحد المنفعه ديال رمضان، الجسم ديالنا خصو يتاقلم مع جميع الحالات، ماشي لي كومبليمون يكونوا واجدين، ماشي غير الماكله خصها تكون كامله واجده، الجسم ديالنا عنده الاحتياط ديالو عارف شنو كيدير. الا جينا نشوفوا الفوائد ديال رمضان والفوائد ديال كمال الاجسام كنلقاوها فوائد مشتركه. بالنسبه للفوائد ديالها النقص ديال الكوليسترول الضار في الدم وصحه القلب وتقويه الجهاز الهضمي والكبد المسؤولين على استقلاب الاكل، ازاله السموم والفضلات من الجسم، من الكبد، من الجهاز الهضمي، من الكلي، والنقص ديال السوائل اللي كيخلي الكلي في راحه وكيحافظ على الحجم ديالها، ورغم ان الكبد كيتقلص الحجم ديالو نتيجه النقص ديال الجلوكوجين، ولكن ما عندهاش شي اثر. تنشيط الدوره الدمويه وتقويه الجهاز المناعي، عندك تخفيض الانسولين ورفع الجروث الهرمون الطبيعي، تبديل الخلايا اللي كانت عندك قديمه وكتبدل بخلايا عضليه جديده. هادو هما الفوائد ديال كمال الاجسام ورمضان. وكيجي رمضان فوق هادشي كامل،
باش يقطع عليك الاكل وكيخلي الجسم ديالك يقلب على المخزون كيقلب على الطاقه وكيقلب على شي حاجه باش يستعملها حراريات ويحرقها وكيمشي لذاك الجلوكوجين المخزن وكيجي رمضان كذلك باش يقطع عليك الماء. كنقولوا حنايا السوائل والماء هو كل شيء وكيضر الجسم ديالك ملي كتقطع عليه الماء، لكن بالعكس نهار مورا نهار نهار مورا نهار كيتولف الجسم على داك النظام ديال الماء المتقطع، يعني ما كيبقاش ملي كتقطع عليه الماء في النهار ما كيبقاش يخزن ويجيب الماء من بلايص اخرين، الاملاح والسوائل ما كيكونش عندك واحد التخزين ديال السوائل في الجسم، حيت الجسم ديالك تعود كيقول علاش غنخزنه وهو غيعطي لي الماء في الافطار، وكيكون الجسم ديالك دابا تعود بعد ما كيكون كيخزن لك السوائل والاملاح الزائده ما كيبقاش الجسم ديالك كيخزن، وهذه فائده زوينه وزوينه بزاف. مستويات ديال الانسولين في النهار كتكون هابطه جدا، مما كيؤدي لارتفاع الهرمون المسؤول عن النمو ديال العضلات هو الجي اش الطبيعي ديالك. واخا الانسولين هابط راه الجروث كيدير العمل ديالو وكيدير واحد العملية ديال البناء ديال العضلات وكيحرق ديك الشحمة اللي كتكون عندك زايدة ودوك الدهون المستعصية وكيزيد ليك في التمثيل الغذائي. داك الانقطاع ديال المغذيات والقيم الغذائية في النهار كيخلي الجسم ديالك متعطش للقيم الغذائية، متعطش للكارب، متعطش للبروتين، وملي كتعطي له البروتين والكارب ودوك القيم الغذائية كيستفد منهم بالكامل، وكيكون عندك واحد الجسم ديالك اللي كيستافد من الاكل اللي كتعطي له، بعد ما كيكون الجسم ديالك ما كيستافدش بجميع القيم الغذائيه. الا مارستي كمال الاجسام في رمضان وبقيتي بداك المستوى كيتزاد لك واحد القوه ديال التحمل بعد ما كانتش عندك في قبل، وكيتزاد لك واحد القوه ديال الاداء الرياضي. كما كنعرفوا وقلنا في الحلقات السابقه بان الجسم ديالك كيتوقف وانتايا الهدف ديالك كيكون عليك صعيب، من بين الاسباب هو ما غيرتيش البرنامج ديالك ديال التدريب، ولا ما غيرتيش نمط الحياه ديالك والاكل ديالك. هذوك اللي ما غيروش البرنامج ديالهم وما عمرهم غيروا في هذا العام هذا، كيجي رمضان باش يكون فرصه باش تبدل النمط الاكل ديالك والتدريب ديالك، وغتستافد من هذا التغيير هذا مباشره بعد رمضان. رمضان من بين الفوائد ديالو كذلك غيعودك على كبح الشهوات وخاصه في الاكل، حيت كمال الاجسام ماشي ديال الشهيوات، كتاكل الا اللي غينفعك، الماكله ما فيهاش مذاق. الا ما كنتيش داير ريجيم ولا ما كنتش داير شي نظام غذائي صارم، كيجي رمضان باش يعلمك شويه الصبر وشويه ديال كبح الشهوات. المهم هضرنا على الفوائد والايجابيات ديال كمال الاجسام في رمضان، لكن الى كنتي كتعرف التعامل مع رمضان بالنسبه للاكل ولا بالنسبه للتدريب، بالنسبه اللي خاصو الضخامه وبالنسبه اللي خاصو التنشيف، الضخامه كاينه في رمضان والتنشيف كاين في رمضان والحفاظ على العضل كاين في رمضان، خص غير واحد يتعامل لبعد الممنوعات. ان شاء الله في الحلقه الجايه غنتعرفوا على دوك الممنوعات والتعامل السليم في رمضان. جيم والاشتراك، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه. اي استفسار واي اشكال في التعليق، السلام عليكم. الحلقه الجايه غنهضروا على الممنوعات والتعامل السليم في رمضان. السلام عليكم.